إخواني وأخواتي وزوار موقع مدرستك، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد على قناتنا. اليوم إن شاء الله سأجيب على أحد الأسئلة الذكية جدا التي توصلت بها عن يعني في صفحة مدرستك. السؤال هو بعد يعني أن قمت بوضع الفيديو الأخير، قال لي أحد إخوان يعني الفيديو الأخير كنا تكلمنا فيه عن طريقة ضم حاسوب إلى الدومين. طبعا قال لي أحد إخوان يعني بعدما أن قمت أنا شخصيا بوضع IP address يعني يدويا، قال لي ماذا إذا كان لدي يعني 100 حاسوب، فهل يجب أن أقوم بالذهاب إلى كل حاسوب ووضع IP يدويا؟ طبعا سؤال أعجبني، لذلك قمت بوضع هذا الفيديو. هذا الفيديو سنتكلم عن شيء يسمى بالـ DHCP أو ما يسمى بالـ Dynamic Host Configuration Protocol. ماذا يعني الـ DHCP؟ دعونا نكتبه هنا حتى تتضح لكم الفكرة. طبعا أي حاسوب تقوم يعني بتشغيله، عندما تقوم بتشغيل حاسوبك، فأول شيء يقوم به هو أنه يبحث عن IP address، يعني يقوم بالبحث عن IP address، وإذا لم يجد IP address فهو يعطيك عنوان IP private أو ما يسمى بالـ APIPA address. هذه الـ APIPA هي أوتوماتيك، يعني أوتوماتيكية. هذه إذا يعني ذهبت إلى حاسوبك وقمت بوضع IP config وشاهدت الأدرس التي تبدأ ب 169 154، فهذا معناه أن هناك مشكل عندك في DHCP أو أن الحاسوب الخاص بك يحتاج إلى IP address. عندما تشاهد هذه يعني هذا العنوان معناه أن حاسوبك يحتاج إلى IP address، هذه فقط كإضافة. إذا قلنا هنا أن الحاسوب عندما تقوم بتشغيله فهو يبحث أولا عن IP address. هنا ماذا إذا كان لدينا تقريبا 1000 حاسوب، إذا كنا نشتغل في شركة كبيرة وكان لدينا 1000 حاسوب؟ السؤال هنا سؤال جميل جدا، وهنا سوف أوضح لك شيء يسمى بالـ DHCP والسكوب. ما معنى السكوب؟ عندما نذهب إلى الويندوز سيرفر، ما دمنا أننا نشرح على الويندوز سيرفر، والويندوز سيرفر هو أهم شيء يجب أن تفهم فيه الـ DHCP، لأنك ستشتغل بالـ DHCP لا محالة. إذا قلنا أن هنا الويندوز سيرفر، الويندوز سيرفر به شيء يسمى الـ DHCP، يعني تقوم بإضافة الـ DHCP سيرفر إلى هذا الويندوز سيرفر، يعني تقوم بإضافة DHCP. ماذا يفعل هذا DHCP أو ماذا تفعل أنت في DHCP؟ تذهب إلى DHCP وتقوم بإنشاء ملف، مجموعة من الIPات، ملف، هذا الملف يعني هو مجموعة من الIPات، قلنا هذا الملف هو مجموعة من الIPات. إذا تضع فيه الIPات التي تريد تفريقها على الحواسيب التي ستبحث عن IP address والتي هي مرتبطة بالويندوز سيرفر عن طريق الدومين. إذا لم تعرف كيف تضم حاسوبك إلى الدومين ارجع إلى الفيديوهات التي شرحناها وستفهم. قلنا أنه يجب أن تقوم بضم يعني هذه المجموعة من IP التي يتم إعطاؤها إلى أي حاسوب يبحث عن IP address. فأي حاسوب يبحث عن IP address قلنا أنه يشتغل ويطلب، يقول أريد IP، وعندما يقول يريد IP فأنت تقول له خذ IP، ها هو موجود، خذه من هذا الملف، وهذا الملف أنت من تقوم بإنشائه. هذا الملف يسمى بالسكوب. بالنسبة للإخوان الذين يدرسون الإعلاميات في الجامعة أو في مدارس خاصة تذكروا هذه المعلومة، يسمى السكوب. طبعا في DHCP سيرفر يمكنك يعني إعطاء IP address، يمكنك إعطاء DNS، ويمكنك إعطاء gateway أو ما يسمى يعني بالIP الخاصة بالروتر، ويعني subnet mask. subnet mask سنشرحه إن شاء الله في الشبكة. قلنا أنه تقوم بإنشاء السكوب، هذا السكوب تقوم ب يعني منه يأخذ أي حاسوب يرتبط بالدومين، منه يأخذ الـ IP address. من هذا الملف الذي يسمى السكوب يمكنك أن تستثني عدد من الـ IPات. مثلا نفترض لديك 192 عفوا لديك مثلا 10.0.0.0 مثلا 0.1، هذه تسمى بالكلاس A، الكلاس A address. لن نشرح هذه الأشياء الآن، المهم ركز معي فقط في DHCP، لا تكترث ب A أو B أو D أو F، المهم فقط ركز معي في السكوب. إذا قلنا أنه هنا نفترض مثلا لدينا 10.0.0.1 هي العنوان address، ونريد مثلا أن نعطي جميع العناوين إلا 10.0.0.15، فهنا نأتي إلى السكوب ونقول له اعطي جميع انواع الاي بيات الا 10.0.0.15. لماذا؟ لاننا نريد ان نتركها مثلا الى سيرفر اخر، الى برينتر، الى طابعه، الى شيء اخر، او نريد مثلا ان نضعها يدويا في احد السيرفرات، لاننا كما قلنا في دوره الويندوز سيرفر ان السيرفر يجب ان تضع له اي بي ادريس ثابته او ما يسمى بستاتيك اي بي ادريس. لماذا؟ انت الان تريد ان تذهب الى جوجل، اذا كان هذا العنوان يتغير، عنوان اي بي يتغير، فكيف ستعرف أنه تغير؟ ستضع جوجل سيقول لك الموقع غير موجود لأنك وضعت الـ IP الذي تظن أنه صحيح، وإذا تغير فهناك مشاكل وهم لا يريدون هذه المشاكل، لهذا تضع IP address static أو ما يسمى بثابت، أليس كذلك؟
بل هو كذلك. اذا الان فهمتم دي اتش تي بي سكوب، فهمنا طريقه اشتغال دي اتش تي بي السكوب يعني في الويندوز سيرفر الى اخره. سنمر الان الى الحاسوب واشرحه لكم تطبيقيا، وانا مضمون لكم انكم ستفهمونها ان شاء الله. اذا حتى لو اطيل عليكم ابقوا معي. اذا حتى نفهم الدي اتش سي بي بشكل افضل، سوف نقوم الان بشرح تطبيقي لطريقه اضافه او طريقه يعني اعطاء اي بي للحواسيب المرتبطه بالسيرفر. طبعا قلنا اول شيء يجب ان نقوم به هو انني قمت بفتح يعني نفترض مثلا هذا حاسوب، وليس نفترض هذا حاسوب، في الاول قلنا ان لدينا مستخدمين زهير ماتادور. اذا ذهبنا وشاهدنا هنا لدينا مستخدمين، لدينا زهير ماتادور ولدينا كاكوكوكو. طبعا سنفتح كاكوكوكو اكاونت، هذا هو اسم الدخول وهذا هو اسم المستخدم. اذا ولدينا المستخدم الثاني وهو زهير، هنا لدينا اسمه زي ماتادور، ولدينا هنا اسم المستخدم هو زي ماتادور. اذا قلنا اننا دعونا يعني نشاهد جنرال، جنرال سوف نشاهد هذا هو اسم المستخدم يعني first name last name، وهذا هو الاسم الذي سوف يظهر على حاسوبه بنفس الشكل هنا، يعني ذلك هو الاسم الذي سيظهر على حاسوبه. لنتأكد من ذلك، إذا ذهبنا إلى الحاسوب الأول سنشاهد أن الاسم يظهر هنا زهير ماتادور، وفي الحاسوب الثاني يظهر كاكا كوكو. حسن جدا. إذا أنا حاولت يعني تغيير خلفية سطح المكتب حتى يعني يظهر لكم أن لدينا حاسوبين هنا وليس حاسوب واحد. وطبعا قمنا بضم الحاسوبين إلى الدومين، يجب أن ترجعوا إلى الفيديو ما قبل هذا لكي تشاهدوا طريقة يعني ضم حاسوب إلى الدومين. الآن سنقوم بتحميل أو بإضافة خاصية DHCP حتى نتمكن يعني من إعطاء هذه الحواسيب IPs بدون الحاجة إلى الذهاب إليها انفراديا. يعني الآن سنقوم بAdded Rules ثم نذهب إلى Next. طبعا سنترك كل شيء كما هو Next، ثم سنأتي هنا ونختار DHCP Server. طبعا سيقولوا لي هل تريد فعلا تحميل هذه الخاصية، سأقول نعم، أو إضافة هذه الخاصية، سأقول نعم. Next يعني لا نقوم بتغيير أي شيء. Next، ثم سنترك هذه كما هي ثم نضغط Install. طبعا ستأخذ قليل من الوقت، سأقوم بإيقاف الفيديو، ستأخذ ربما 3 دقائق 4 دقائق، وأنا لا أريد يعني أريد أن أستفيد من تلك 3 دقائق. إذا سأعود إليكم عندما ينتهي التحميل. إذا انتهى التحميل، الآن سنقوم بضغط كلوز. طبعا عندما نضغط كلوز ستشاهدون هذه الخانة، سيقول عليكم أنه يجب يعني أن تقوموا بتعديل الدي اس بي، نحن سنتركها كما هي. سنأتي إلى هنا في الجانب ونختار الدي اس بي. طبعا قلنا أننا سنعطي للدي اس بي يعني سنقوم بتركيب سكوب، والآن سنقوم بالذهاب والبحث عن الدي اس بي هنا ثم نفتح الدي اس بي. طبعا ستفتح لنا هذه النافذة، دعونا نقوم بتكبير هذه الشاشة قليلا حتى تظهر لكم. ثم هنا سنأتي ونشاهد أننا في المدرسة تيك أو تيك لوكال، الدومين الخاص بمدرستك. سنأتي ونختار IPv4 لأننا سنشتغل بالنسخة الرابعة، ثم نضغط يمين ثم نيو سكوب. كما تشاهدون هذه هي السكوب التي تكلمنا عليها. عندما تضغط نيو سكوب ستفتح لك هذه النافذة Next. هنا سنعطي اسم للسكوب الخاص بنا، يعني مجموعة IPs التي سنعطيها للمستخدمين. سنسميها مثلا Accounting، أو عفوا سنسميها مثلا بوم تيليكوم لأنها خاصة بالشركة، خاصة باتصال الشركة الخاصة بالاتصالات يعني بوم تيليكوم. ثم سنضغط Next. هنا سنختار يعني الرينج أو يعني عدد الـ IPs، يعني المجموعة التي سوف نوفرها لهذه الحاسوب. طبعا أنا سنختار 10.0.0، ستبدأ من 10.0.0.1 إلى 10.0.0، مثلا سأقف عند 120، يعني هذا هو عدد الاي بي المسبوح بها لهذه الاجهزه. ثم نضغط Next. هنا سيقول لي ما هو الاي بي الذي تريد ان تعطيه للروتر، مثلا يو وانت تو اكسكلود، عفوا هنا سيقول لي ما هو عدد الاي بيات او مجموعه الاي بيات التي تريد ان تقوم ب يعني عزلها عن المجموعه التي ستعطيها للحواسيب العاديه. هذه الاي بيات ستكون مثلا للاجهزه الثابته لدينا في الشبكه، مثلا البرينتر سيرفر الويب سيرفر سنعطيها اي بي ثابته، لا نريد ان نعطيها له من خلال الدي اتش سي بي، يعني نريد ان نضعها يعني يدويا. اذا سنختار 10.0.0 من تبدا من 10.0.0.1 الى 10.0.0 مثلا 20، من 1 الى 20 نترك لا تعطيها لاي جهاز، نحتاجها كي نضعها يدويا. هنا سيقول لي دي وان تو كونفيجر ذيس، يعني هل تقوم بالتعديل؟ ساقول نعم يس. هنا ساقوم باختيار الاي بي الذي اريد ان اعطيه للروتر، ساقول له 0.10.0. دائما اختار انا يعني الاي بي الاول، يعني الاي بي الاول في الرينج او في المجموعه، يعني هذا هو الذي سوف نعطيه للروتر. سنترك هذه كما هي، يعني هذه الاشياء لن نتعمق فيها الان. سيقول لي الكلاين ويندوز، يعني هذه لن نحتاجها الان.
Do you want to activate? هل تريد تفعيل هذا السكوب الآن؟ سأقول له next. Yes. نعم. Finish. كما تشاهدون هنا لدينا السكوب الذي قمنا بتصميمه اسمه بوم تيليكوم، خاص بشركة البوم تيليكوم. كما تشاهدون أن يعني السكوب لم يتم تفعيله إلى حدود ساعة. سنقوم بactivate إذا كانت موجودة هنا. إذا لم تكن موجودة سنبحث عليها أين توجد. طبعا كما تشاهدون فهنا disactivate، سأقوم بdisactivate. Yes. ثم أقوم بactivate حتى أقوم يعني بتفعيل تلك المجموعة. الآن كما تشاهدون لم تظهر تلك العلامة الزرقاء، إذا الآن فهو مفعل. الآن سنذهب إلى الحواسيب ونشاهد كيف ستأخذ IP أوتوماتيكيا. أولا سنتأكد من أننا عفوا سأقوم بوضع هذه في الوسط. سنتأكد من أننا نشاهد IP الموجود عندنا. أولا هنا سنشاهد IP، نقول IP config. تشاهدون أن 10.0.0.15 هذا هو IP الذي وضعناه يدويا. إذا كنتم تريدون التأكد ما عليكم إلا الضغط هنا تيت ثم بروبريتي. عفوا يجب أن أضع يعني الباسورد خاص بالمدير، لأن كل هذه الحواسيب مضافة للدومين والمدير هو الوحيد الذي يمكنه التغيير أشياء فيها. إذا أوكي كما تشاهدون فقط وضعناه مانيوال، يعني the following IP address manual، يعني وضعناه يدويا وليس عن طريق DHCP server. الآن سنقوم بتغييرها إلى obtain an IP address automatically، يعني خذه من ال DHCP. كذلك ال DNS خذه من ال DHCP. وسنضغط أوكي أوكي وننتظر قليلا إلى أن يتم تفعيل الخاصية ويقوم بسحب ال IP من ال DHCP server. طبعا الحاسوب عندما تقوم بربطه مع الدومين فهو يكون أوتوماتيكي، يعني بشكل افتراضي، يعني في خاصية ال DHCP، يعني لن تحتاج إلى أن تقوم بهذه العملية في أي حاسوب. الآن سنذهب ونختار، دعوني أقوم بتكبير هذه الشاشة قليلا. سنختار IP config ونشاهد ماذا سيحصل. كما تشاهدون أعطاه الآن 10.0.0.21.255 هو السبنت ماسك، وتتذكرون أننا أعطينا 10.0.0.1 للروتر الذي هو الديفولت gateway. حسن جدا، إذن هذا الحاسوب أخذه من الـ DHCP. سنذهب إلى الحاسوب الآخر وسنشاهد ما هو الـ IP الذي سيعطيه له. لنتأكد أولا أننا يعني وضعنا IP ثابت. هذا هو المستخدم. ما اسم هذا المستخدم؟ اسمه كاكا كوكو. حسن جدا. إذا سنضغط Property ثم سنضع كذلك مرة أخرى الباسورد Administrator، عفوا، ثم سأضع الباسورد الذي لا يمكن أن أقوله حرفيا. حسن جدا. إذا قلنا أن الآن تأكدنا من أن هنا 25، سنتأكد منها مرة أخرى. سنتأكد عن طريق CMD IP config. إذا شاهدتم فهذا هو نفس IP الموجود هنا، يعني هنا 10.0.0.25 هنا 10.0.0.25. الآن سنقوم بobtain from DHCP، يعني خذه من DHCP server. لن نعطيه لك يعني يدويا. لننتظر قليلا ثم سنشاهد أنه سيقوم بأخذ IP من DHCP هذه المرة. هذه طريقة جميلة جدا. إذا كان لديك مثلا 10,000 حاسوب أو شركة كبيرة، ما عليك إلا أن تقوم بوضع DHCP في وضع يعني تفعيل وهو من هناك، وتقوم بإعداده، وبعدها سيقوم هو بإعطاء IP لجميع الأجهزة بدون أن تحتاج إلى أن تذهب أنت إلى كل حاسوب وتضع IP ثابت. يعني سنتأكد الآن IP config. كما تشاهدون هنا أعطاه 10.0.0.22 ولم يعطيه 25. لماذا؟ لأن 25 موجودة عند هذا الحاسوب IP config. إذا لاحظتم فهو لم يعطي الIP الأولى التي قمنا يعني باختيارها في قلنا أنه لا نريده أن يعطيها لأي حاسوب، وفقط بدأ من 20 إلى فوق، يعني بدأ يعطي الIPات من 20 إلى فوق، يعني لن يعطي تلك الIPات التي قمنا بحجزها لكي نضعها يدويا. إذا كان هذا هو شرحنا لطريقة يعني إضافة حواسيب إلى DHCP. تعرفنا على DHCP وتعرفنا على طريقة إضافة الحواسيب، كذلك ما هو السكوب، وسوف إن شاء الله يعني نتطرق إلى الأدرس ليس وإلى كل الأشياء هذه في الفيديوهات القادمة إذا كنتم تريدون ذلك بالطبع. ولكن المهم جدا هو أن تعرفوا ما هو DHCP وما هو DHCP server. إذا كان معكم زهير مرة أخرى من موقع مدرستك. لا تنسوا التسجيل على قناتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.